بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله، ألف حمد وشكر لك يا رب. إن شاء الله بيربى بدلالك ابن عمي. الله يدينك ويعزك يا أم طالب. تعرف أبو طالب، والله ما لي مصدق عيوني إنك صرت بيناتنا. الله كريم يا أم طالب، الحمد لله على سلامتك. ألف الحمد لله وشكر، ألف الحمد لله وشكر. الله محيي أصلك يا أم طالب، حملتي بغيابي حمل الرجال ما حمل. الله يقدرني على مكافاتك يا رفيقة العمر. الله يخلي لي اياك ويديمك فوق راسي يا حب. بلا ما تتعب حالك يا ابني، هات عنك شيخ الشباب طالب لفوتو نايم جوا. لا يا مريم، 20 سنة وانا مستنى، استكترتي علي الدقيقتين. والله يا ابن عمي مالي مصدقه انك صرت بيناتنا، يعني فرحتي مو عاطيتها لحدا. بهمه الله وهمه اصحابه واحبابه وخلانه طلع ابي غصبا عن الفرنساويه. والشباب كمان ما قصروا ابن عمي، والبنات كمان ما قصروا. شو قصدك ام طالب؟ يعني قصدي بناتك مريم وصالحه كانوا اخوات رجال بغيابك. ابو طالب بيستاهل نفديه بالدم والروح والعيون. هلا أنا والحبس إجاني خبر إنه في صبيتين لاعنين أفطاسهم للفرنساوي. إيه ابن عمي إيه؟ هدول بناتك مريم وصالحة. هلا عن جد عم تحكي ولا عم تمزحي؟ والله عن جد عم بحكي. لا والله ما بصدق. لا إله إلا الله. الله يستركم ويحميكم. بصدق يا طالب، لما سمعت هذا الخبر حسني قلبي. نحن تربايتك يا بي. الله يحميكم ويحرسكم دنيا وآخرة. يا بي اتفقنا أنا وأختي مريم من بكرة نروح ونزور نسوان الحارة ونعزمهم على 5 أخي طالب وخروجك بالسلامة. ليش لا يا بي؟ 5 ومولد و10 خرفان لوجه الله تعالى بهالمناسبة السعيدة هي. الله يخلينا ياك يا حق ويديمك فوق راسنا يا أمير يا كريم يا ابن الأجاويد. شو ما عملنا منكون مقصرين، وطلعتك بالسلامة ما بتتقل بكنوز الدنيا. الله خلي لي إياكم يا رب. لك صحيح مطالب، صابر ما شفته بهالدعكة، ليش عم تطلعوا ببعضكم؟ خير؟ العمر إلك يا بي، صابر استشهد بغيابك. استشهد رحمة الله عليك يا صابر، رحمة الله عليك وعلى والدك يا رب يا رب. مساء الخير يا ابو طالب. اهلا مساء النور، اهلا وسهلا. السيد حكمة السردان والسيد فرزات العلبي، وانا بهيج الدالاتي من اعضاء البرلمان السوري يا ابو طالب. يا ميت اهلا وسهلا، شرفتوا. الله يخليك. الله يرحم شرفك. اجينا نبارك لك بخروجك من الاسر اخي ابو طالب. وهذا الشيء بتكليف رسمي من الزعيم شفر القوات لي يا ابو طالب. الزعيم القوات لي على راسنا من فوق فوق. اهلا وسهلا، شرفوا. تسلم. الله يخليك يا رب.
يلا شربوا. يلا يا ميت، اهلا وسهلا، نورتوا. والله ما كان في داعي تعذب حالك هي ابو طالب. لا لا، شانكم وشان شكري بيك القوات لي كبير كبير كثير. تسلم يا ابو طالب، تسلم. وبصراحه يلي عملته انت ورجالك ما بيقل اهميه ابدا من اللي عم نعمله نحن رجال السياسه لحريه البلاد وجلاء الفرنسيين عن ارض الوطن. هذا واجبنا يا سيد بهيج، وشو ما عملنا للشام منكون مقصرين. انت عملت اللي عليك وزياده يا ابو طالب، وصدقني لو ما يكون الموقف محرج كان شكري بيك بده يجي بنفسه لعندك لحتى يبارك لك بخروجك من السجن ويهنيك بالسلامه. بس بيني وبينك العين مفتحة عليه زيادة هاليومين، والسلطات الفرنسية من يوم ما بلشت الحكومة السورية تطالب الاستقلال والجلاء عن أرض سوريا تعكرت الأحوال بيننا وبينهم كتير كتير. بس هذا حقنا يا بهيج أفندي، حقنا ولا رجع عنه. لو مش الدم بحواري الشام كلها ما منتراجع. كلنا مع الحكي يا أبو طالب، بس معلومات السياسة روحها مطاطة، وطالما وعدونا الفرنسيين بالجلاء بدنا نستناهم، وما في داعي نظهر له العداء بهالمرحلة الخطيرة. ورجاء شكري بيك إلك ولرجالك ولكل مؤيدينا أنه يلتزموا الهدوء مشان نكشف نوايا السلطات الفرنسية على حقيقتها وما نترك لهم أي أعذار، وحتى نكشف صدقهم من كذبهم. ماشي، بلغوا شكري بيك أنه رح نلتزم الهدوء. بس لأيمتى؟ يعني مو أكثر من شهرين ثلاثة، وإذا ما صدقوا الفرنسيين نحن رح نطلب منك ومن رجالك معاودة التحرك. ماشي الحال، بلغوا شكري بيك أنه نحن من إيده هاي لإيده هاي رح نلتزم الهدوء مع الفرنساوي إذا هو التزم، وإذا ما التزم لنا حديث ثاني. جاهزة يا ستي؟ هات يا ميت. شو بكي يا ميت؟ سلامة قلبي. زعلانة؟ يعني خلاص بدك تروحي تتركيني. C'est quoi ces valises? Je reviens en France. Tu reviens en France? Oui. Tu m'es le seul? Tu n'es plus seul. S'il te plaît, Camille. Ça y est, c'est fini. Moi, j'ai décidé. Comme ça. Je n'ai plus rien à faire ici. Ma mission est accomplie. Tu as choisi ta vie à Damas. Et ton amour. Moi aussi. J'ai une vie là-bas en France. Et j'ai mon amour. C'est ta décision ? Définitive. Oui. Si je pouvais changer ton avis. Je te souhaite une vie pleine de bonheur. Pareillement.